الوصفه اللي قلت لكم من بعد ما جبت دوك الفلفلات من السطح اللي غادي ندير لي معكم اليوم. عندي هنا طيحان، طيحان ديال البقر كيف ما كتشوفوا، الطيحان ديال البقر معروف كبير بزاف. هاد الطيحان انا غادي نعمرو، غادي نعمرو بالقامه وبصيله وبالثومه، كيجي زوين بزاف. وغادي نشوي في الفران، يعني الطيحان معروف كيفاش كل واحد كيفاش كيدير ليه، وانا الطريقه هي اللي كتعجبني. مازال ما فتحتوش من الوسط، غادي نفتحو باش نعمرو. القامة اللي غادي ندير فيها الطيحان غير شويه الفلفله حمراء وشويه البزار شويه الكمون ثومه مليحه طبيعه الحال، واحد الخضار اللي غنرفق معاه فليفله ومطيشه والبصله طبيعه الحال، الفلفله الحاره اللي غادي نديرها حتى هي مع ديك العمارة اللي غادي ندير الداخل، شويه ديال البصله حتى هي غنديرها معاه الفلفله الحاره كتجي زوينه بزاف. صافي هادو هما المكونات اللي غادي ندير في الطيحان. دابا غادي ندوز باش نحلو من الوسط. بعد ما قطعت البصله شلطتها وديك الفلفله حتى هي قطعتها، الثومه حتى هي حكيتها، دابا غادي ندير القامه شويه الملحه شويه ديال الكمون، هذه العمارة اللي غندير في الطيحان، شويه البزار شويه فلفله حمراء. صافي غادي نخلط كلشي مع بعضياتو. صافي من بعد ما خلطت هذه القامه غادي نعمر الطيحان. العمارة ديال البصله زوينه، كاين اللي كيدير في الزيتون، كل واحد على حساب اللي يبغى. انا غندير على البصله، صافي كتجي بنينه مع الفلفله الحاره، تجي رائعه في الحقيقه هاد العمارة ديال الطيحان. صافي غادي ما عنديش في الحلقه الكيرتو، غادي ندير عهد غندير عهد الخيط باش ما يتفرقعش، حتى لا تفرقع ما يخرجش برا. صافي غادي ندير هذا الخيط، نقي هذا، انا جمعته بالخيط. صافي جمعته على الخيط بحال هكا، علويته عليه باش يكون سهل. انا خدت هاد البطا غندير فيه باش يطيب. البطا انا دهنتها بشويه ديال الزيت وغادي نغطي عليها. صافي صافي مزيش بعد، غندير عليها بابي ألمنيوم وغندخلو الفران باش يتشوى. صافي غادي نتقل عليه بشي حاجة باش دغيا يطيب، حيت مدرت فيه لا ما لا والو. هاديك مطيشة والبصلة أنا قطعتها والفليفلة، دابا غادي ندير ليهم القامة باش نديرهم متشحرة. أنا غندير متشحرة في المقلة، مبغيتش نديرهم في الفران مع داك الطيحان، لا يبقاو زوينين فران شويه. الا خليتهم يتحمروا غادي يتحركوا. غندير شويه فلفله تحميره، هذاك شويه اللي قام كله خديت منه شويه الطيحان شويه خليته لهنا، شويه البزار كلين ماشي كثير مليحه شويه ديال الثومه، غير الزيت ماشي كثير حتى هو. صافي نخلط هادشي مع بعضياتو بحال هكا. غادي ناخذ المقله اللي غادي ندير فيها بسم الله. صافي غادي نديها في البوطه باش تشحر. هنا غندير واحد شويه ديال الزعتر، انا ما درتوش نسيت زعما الكرطوش، الزعتر كيعطي واحد المذاق زوين مع الفلفل والبصله كلشي كيعرفها مطيشه. صافي هادشي غنخليه حتى يتشحر ان شاء الله، غيتشحر مزيان. انا توقعت انا درت عليه العافيه مجهده باش ما يطلقش ليا الماء، صلاه مع مطيشه يكون ناشف، سيطيب الطيحان ان شاء الله من بعد غادي يتلقط. من بعد ما خرجت الطيحان من الفران انا غنوري لكم تطاب بالماء، كيفاش حس الماء، وفي الحقيقة طاب، ولكن هذاك
اللاطه تحرقت من الجنب، ولكن ماشي مشكل. المشكل هو الضرب بعدا بلا ما تشوى. صافي دابا غادي نحيدو باش نديرو في التوصيل، نقطعو قبل ما نديرو في التوصيل. دقيقه حيد لي هذا الخيط، انا جمعته بيه من قبل. صافي انا حيدت الخيط كاملين، دابا غادي نقطعو. سخون في الحقيقة، سخون بزاف. أوه مقدرتش كاع نشدو. صافي انا قطعتو طريفات صغار. دابا انا غادي ندير هذيك الفلفله مطيشه اللي انا طيبتهم في المقله، غادي نحطهم هنايا. هذا هو الطيحان اللي انا طيبت معكم اليوم، يعني شويته في الفران كيف ما كتشوفوا. في الحقيقه واحد الريحه زوينه ديال الزعتر ملي كان كيطيب مع ديك البصله ومطيشه. الفليفله الحاره عطيه الريحه تاعي فاش كان كيطيب في الفران. يعني هذه الوصفه الرائعه في الحقيقه زوينه، اللي بزاف الناس الطيحان ما كياكلوهش الدراري صغار. بهالطريقه يقدروا الدراري صغار ياكلوه مشوي زوين في الفران كيف ما كتشوفوا. نجي على هذا الشكل هذا. صراحه انا كنرحب كاع بالناس اللي تنضموا للقناه ديالي، كنرحب بهم بزاف. لاول مره كيشوف الفيديو تابوني معايا وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. الى عجبكم بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وما تبخلوش عليا باللايك. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.